ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معايا فيديو حلو جدا وهتحبوه، عن مشتريات كده جبتها من صيدليات 19011 للبشرة. فلو مهتمين تعرفوا كملوا الفيديو للاخر، وياريت توصلوا الفيديو ده ل500 لايك وتشجعوني علشان اجيب لكم فيديوهات زي دي بالظبط كده، واعمل لكم ريفيوهات عن منتجات سكين كير. واللي اول مره يشوف القناه يشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل جديد، وبس كملوا الفيديو للاخر. صيدليات 19011 كانت عامله عروض. الفيديو ده يا جماعه مش اعلان، ماشي؟ عشان انا اللي جبت الحاجه من نفسي ورحت والفاتوره كمان موجوده. المهم ان الصيدليات 19011 بتعمل عروض كل سنه، يعني كان دي قبل العيد علشان بمناسبه العيد وكده. فانا جبت المنتجات دي قبل العيد وكنت بجربها وما رضيتش اعمل لكم ريفيو عنها غير لما اجربها واتاكد منها. انا جبت عشان انا بشرتي جافة جدا جدا، وكمان اخر فترة دي كانت لما بتجف جدا كده كانت بتقشر وبتعمل زي اكسدة في وشي، فوشي كان بيغمق ويسود ويبقع يسيب بقع كده. اكيد كنتوا شفتوها في اللايفات لما انا كنت بطلع معاكم لايف. صحيح، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هحط لكم اللينك في اول كومنت مثبت، تنزلوا تابعوني عليه، بنزل لكم برضو ريفيوهات هناك فهتستفادوا جدا. انا سمعت كتير ريفيوهات عن كليو مش عارف ايه، عن منتجات كتير جدا، بس بصراحة المنتجات اللي هو بايوديرما ده انا اتشكر فيه جدا جدا جدا. فانا جبت المرطب والغسول. طبعا الفاتورة اهي، بس وقع عليها مية بصراحة يعني، بس مش مشكلة. التاريخ اهو. انا اول ما دخلت قلت لهم انا عايزه، انا بشرتي جافه جدا وحساسه، فعايزه غسول بايوديرما والمرطب بتاعه. فدون ده الغسول. طبعا هي الشركه دي فرنسيه. طبعا يا جماعه انا مش بعمل دعايه لحد، بس انا بصراحه بنقل لكم تجربتي مع المنتج وهقول لكم عن كل حاجه عنه. هو من فرنسا، لو ركزتوا هنا هتلاقوا في ميد ان فرانس. طبعا اصلا الكلام هنا لو ركزتوا هتلاقوا فيه فرنسي كتير. انا لما استخلت قلت لها انا بشرتي جافه وحساسه فانا عايزه بايوديرما، فجابت لي الغسول ده. الغسول ده مكتوب عليه اتوديرم، ومكتوب هنا للفيري دراي والسنسيتيف سكين، دي للبشره الجافه جدا والحساسه. بصراحه انا ناس كتير جدا جدا وبلوجرز كتير شكروا في البايوديرما. هو بصراحه كان غالي شويه، يعني هما دول الاتنين قبل الاوفر كانوا ب 500 جنيه. طبعا احنا الواحد بيستغل العروض، لان العرض ده يعني كان بدل 500 هو ب 350 او 336 تقريبا. الغسول ده طبعا انا كل يوم بستخدمه. انا طبعا عشان بشرتي جافه جدا فهو ما بينشفش البشره خالص، مش بينشفها، ولونه كده سائل وشفاف، جل كده ازرق، يعني زي ما انتم شايفين كده شفاف كده لبني، وبتغسله بيها يعني تحطي الميه على وشك وبتحطي من الجل ده على وشك، بتحطي نقطه كده وتغسلي وشك بيها كله، تحفه بجد تحفه. ما بينشفش الوش خالص وبينضفه كويس جدا. يعني بصراحه لما جيت جربت ان انا اقعد بيه شويه من غير ما احط مرطب لقيت ان وشي ما نشفش. فبصراحه تحفه يا جماعه للبنات اللي بشرتها جافه. هو طبعا هناك في جميع انواع البشره، بس بصراحه انا ما بحب يعني البشره الدهنيه، للناس اللي عايزه بشرتها دهنيه فيتشي حلو جدا السيت اللي نازله، بس طبعا السيت بتاعتهم غاليه قوي. المرطب اهو، انا لما دخلت قلت لها في، قالت لي عايزه دي ولا العلبه الثانيه. العلبه الثانيه واقفه كده بلاست، يعني هي بلاستيك كده واقفه وفيها بامب بتاعه اللي هي اللي انت بتضغطي عليها وتطلع لك المرطب، بس الثانيه للجسم تقريبا يعني مش عارفه. بس دي بخلاصه اللبن، دي عامله زي الميه كده، بتحطيها زي كده الصن بلوك بتاع لاروش بوزيه، يعني زي كده حاجه خفيفه. هو بخلاصه اللبن، وكمان انا لما ركزت في الاكسبايرد ديت لقيت ان هو يعني مش يعني هينتهي بسرعه، لسه 2022 واحنا في 2020، ومكتوب عليه ليه يعني لبن، ف يعني زي بخلاصة اللبن.
طبعا كاتبين بالفرنساوي وبالانجليزي، وهنا برضو للجافة والحساسة وكمان العادية. بجد هو جميل جدا. انا بقى بفرق بينهم ان المرطب، هو المرطب لونه ابيض فالغطا بتاعه لونه ازرق، الغسول لونه ابيض من بره ومن جوه ازرق. طبعا ايه، انا بصور بايد وبفتح بايد. ده شكل المرطب، يعني تحسوه كده حاجة شبه اللبن. ده شكله بيمتص بسرعة جدا للبشرة لو انت هتحطيه على وشك، وبصراحة فيه جليسرين وفيه حاجات كتير جدا، يعني ترطيبه روعة، وكمان ما بيسيبش اي اثر دهني، يعني لو بصيته على ايدي هتحسوه اتشرب. يعني سبحان الله، هو للبشرة الجافة قوي وبيتشرب بسرعة، وكمان بيسيب ترطيب وحاجة حلوة. يعني طبعا الغسول ملوش ريحة خالص، تحسوه يعني عشان البشرة الحساسة، فأي حاجة فيها برفيوم دي بتأذي البشرة وبتخلي فيه حساسية في البشرة، فده عشان البشرة حساسة فمفهوش ريحة، وريحته لطيفة، وريحة المرطب كمان جميلة جدا. فده وكمان العلبة منهم ب200 ملي. عايزة اقول لكم ان هو تقريبا كده، مش عارفة والله، هو المفروض كان الاوفر ان انت تاخدي واحدة وعلى التانية خصم 50%، فيعني بدل 500 خدتهم ب336. طبعا انا كنت عايزه اوريكم الفاتوره، بس الفاتوره اتدلق عليها ميه. بس كده، ده كان ريفيو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وكمان هفضل استمر عليهم وهعمل لكم روتينات للعنايه بالبشره سوا مع بعض، وهوريكم ازاي بستخدم الحاجات دي وازاي بضيف حاجات تانية للروتين بتاعي كل يوم. فما تنسوش لايك للفيديو، وتوصلوا لاصحابكم بشير واشتراك في القناه لو انتوا لسه جداد. وبس كده، مع السلامه.